مش احنا متفقين ان انا اخدهم في الويكند؟ احنا متفقين ان هم هيباتوا عندك في الويكند يا ادم. اه يعني انت مشكلتك بس ان هم يباتوا عندك في الويكند. ايوه اه دي مشكلتي انا، عايزه يبقى عندي حياه زي زيك. على فكره انت هتيجي ترميهم لي هنا هيقعدوا معايا من الصبح لبالليل، انا امتى هلحق اخلص الحاجات اللي انا عايزه اعملها؟ انا دي انت عندك 5 ايام في الاسبوع، الولاد بيبقوا في الحضانه الصبح، يعني ممكن تعملي اللي انت عايزاه. لا ادم انت مش هتنظم لي حياتي. لا لا انا ولا بنظم ولا نيله، انا بحاول الاقي حلول. ده غير ان انا مش عارف ايه نوع الحاجه اللي ممكن تعمليها الساعه 12 بالليل والعيال نايمين. انت مالك؟ انا حره على فكره، انا ممكن اعمل اللي انا عايزاه، عايزه اخرج، عايزه اسهر، عايزه ابات بره، على فكره انا حره برضو، انا عندي بلانز. بلانز؟ اه ماشي يا نادين، هاخدهم الخميس بالليل وارجعهم لك السبت اخر النهار. شكرا. العفو. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ هو انت ازاي دخلت الاوضه دي اللي كنت قافلها بالمفتاح؟ انت وحشه، ما حبتكيش. هاشم عيني هاشم، اوعى تعمل مع ماما كده، واوعى اشوفك بتعمل كده مع ماما، عيب. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ما هي شالت حاجتك. ايوه يا حبيبي، ما هي شالتها علشان انا قلت لها تشيلها، عشان انا عندي مكتب جديد وهروح احط الحاجه دي فيه، وهاخدك انت وصالح عشان تشوف المكتب الجديد. طب تعالى تتفرج معايا على كرتون. حاضر، بس بشرط اوعى اسمعك تقول لماما كده تاني، مفهوم؟ يلا.